الرئيس سيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التشيكي بيتر بافل، تناول خلاله حرص البلدين على تعزيز تعاون ثنائي، وشدد على ضرورة تفادي توسع الصراع في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله، ويؤكد تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يعكس حجم الاهتمام الكبير بالملف. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ويشدد على أهميته ومتابعته بشكل دائم من جانب الرئيس السيسي. وزارة الداخلية: الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط مرتكب واقعة شاشة شارع فيصل، ويعترف بتحريضه من جانب تنظيم الإخوان الإرهابية. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا تحذر من سياسات الاحتلال في غزة، وتؤكد نازح القطاع يعيشون أوضاعاً صعبة، وإغلاق المعابر يفاقم انتشار الأمراض.